بسكون، عصير، زبادي، اناناس. كلنا بنروح اي كافيه فنحب نطلب زبادي فاكهه، زبادي مش عارف كوخ، زبادي النهارده هنعمل زبادي اناناس، ولا نروح الكافيه ولا ندفع فلوس جامده في الكافيه ولا اي حاجه. انا هجيب قطع الاناناس وهبدا اقطعها يعني كده، مش هتفرق شكل القطع، بس انا برضو بسهل المأمورية على البلندر، الخلاط اللي عندي او الميكسر ايا كان انا هخلط فين كده. 4/4 مثلا. نقدر نستخدم هنا الاناناس الفريش لو نعرف نجيب الاناناس ونقشره، ونقدر كمان نستعين بالكمبوت لو الاناناس الفريش مش متوفر. هجيب حوالي مثلا 5 شرايح اناناس او 6 شرايح، وزي ما اتفقنا لو الاناناس الفريش موجود ونقدر نجيب الاناناس وعارفين ازاي نقشره ونتعامل يبقى تمام، لو لا فممكن الاناناس الكمبوت برضو هيبقى لطيف. دلوقتي هجيب البلندر بتاعي علشان نشوف بقى هنعمل عصير الاناناس بتاعنا ازاي. هنحط قطع الاناناس كلها كده، هي زي ما احنا شايفين، وهبدا بقى اضيف اضافات. انا عايز زبادي، دول تقريبا 2 كوباية زبادي لايت. طبعا انتوا عارفين انا بحب استخدم دايما الحاجات اللايت، واكيد طبعا يعني الكميه دي ممكن لو خففنا باللبن او بالميه، بنخفف احسن باللبن يعني بلاش الميه، ممكن تستوعب تبقى 2 فردين، فيبقى نصيب الفرد تقريبا 2 كوباية زبادي ومعاها لبن ومعاها اناناس، فالموضوع يبقى لطيف. وهزود لبن كده، شويه لبن بس يسيبوا الموضوع، ولو حسيت بعد كده ان انا عاوز ازود لبن زياده ممكن عسل النحل بقى للتحليه، ده حسب الرغبه، فيبقى زبادي اناناس وعسل نحل. اوكي تمام. ونقفل البلندر ونتوكل على الله. اعتقد ان هو كده قتل ضربا خلاص، ممكن اصب على طول من البلندر على الكاس بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، وزي ما قلت لحضراتكم في برضو كمية لكاس تاني، فهي تقريبا الكمية دي بتبقى لفردين، لو عايزين لفرد واحد ممكن نعمل نص الكمية اللي اتفقنا عليها. دلوقتي هنحاول بقى نفكر في افكار لتزيين الكاس، يعني انا ممكن اجيب اناناساية كده يعني افتحها واحطها كده تمام، فيبقى الكاس شكله لطيف. ممكن اعمل كده في واحدة تانية يبقوا 2 مع بعض. يبقى ده كاس زبادي اناناس.